مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلو بأقل من 10 دقايق لرمضان. حلو جدا، سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. بهيدا الشكل، شكل كتير كتير رائع وحلو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا حليب وبسكوت. البسكوت أي بسكوت على شوكولا بهذا الشكل، محشي شوكولا يكون. وإذا ما بتحبوا الشوكولا أنتوا البسكوت المتوفر عندكم. بغطي البسكوت بالحليب، منحطهم بالصينية نفس الشي. طريقة حلوة جدا، سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. ممكن تحطوا بسكوت اوريو اذا بتحبوا، بس انا فضلت هيدا البسكوت عشان الشكل اللي لقلو بقدر صفه بالصينية افضل. البسكوتات بعد ما حطيناهم بالصينية بحطهم على جنب. بدنا نكفي المرحلة الثانية. بأكواب المقاس بعير كوب، اثنين حليب، حطينا كوبين حليب. إذا ما عنا أكواب المقاس ممكن نعير بأي كوب متوفر عنا. إذا هذا الكوب ما متوفر عندكم بتعيروا بكوب حجم وسط. بحط ملعقتين طعم سكر، ملعقتين طعم نشا، حوالي نص ملعقة صغيرة فانيلا. بحرككم مع بعض على الغاز، بحرك تحريك مستمر ليشتد عند الخليط. بس اشتد عند الخليط بهيدا الشكل هلأ بطفي الغاز، بنحطهم فوق البسكوتات. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد. بعد ما حطيت الصينية بالبراد ساعة وجمدت منيح، هلأ بدنا نكفي الطريقة مع بعض. عنا هوني ظرفة جيلي لون أصفر، موز، 350 ميلي مي مغلي. الجيلي تقروا الطريقة الموجودة على علبة الجيلي اللي بتجيبوها وبتتبعوها، بتمشوا عليها بتعملوها بالطريقة الموجودة على العلبة. هلأ أنا هون عندي 350 ملي مي وظرف الجلي. خلطهم منيح مع بعض لتأكد إنه الجلي داب منيح. ومن الأفضل تجيبوا الجيلي النباتي، الجيلي النباتي بيجمد أسرع، خلال ساعة بيكون جامد، بس الجيلي الحيواني صعب ليجمد، بده أقل شي 5 ساعات. بس داب عند الجيلي هلأ بدنا نكفي مع بعض.
قبل ما احطهم بالصينيه بدنا نعمل الموز انا وياكم، احطهم فوق هولي، بكون كمان الجلي برد شوي شي بسيط. صفن على المهلبية ليطلع شكلهم مرتب. لحطيت الموز برد عنا جلي شي بسيط، بدنا نحطه فوق الموز. شو بعمل؟ بحطهم على رواق عشان سخنين بعدهم بهيدا الشكل، بوزعهم توزيع على الموز. بحاول قد ما فيني غطي الموز منيح عشان الموز يبقى محافظ على لونه، ما يروح اللون يصفر، لون الموز يروح اللون الطبيعي. شفتوا بهيدي الطريقة انه حطينا جلي على رواق ما طلع اللون الابيض او انتعف الموز، بقيوا محافظين على شكلهم. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد. هيدا الحلو اللي عملتها انا وياكم بعد ما حطيتها ساعة بالبراد، جمد عنا الجلي منيح. شايفين كيف؟ شفتوا الفرق بين الجلي النباتي والجلي الحيواني؟ بعتقد هيدا الجلي النباتي كتير كتير افضل، ساعة وبيجمد منيح بالبراد. اما الجلي الحيواني ما بيجمد بسرعة، بده 5 ساعات اقل شيء او ليلة كاملة. بتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، وبتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي احبابي.